نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله. أما بعد، ففي هذه الليلة نتكلم عن الحديث 15 من الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى وجعلها في 40، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما راوي هذا الحديث وهو أبو هريرة فقد مر التعريف به. قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قال أهل العلم هذه الجملة كمقدمة قدم بها النبي صلى الله عليه وسلم لما يريد أن يطالب به المؤمنين، هي جملة حث وإغراء، يعني يغريهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فاسعوا إلى هذا الفعل. فهذه الجملة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصمت، يعني مثل الإنسان يأتي مثلا يقول من كان رجلا فليفعل كذا، فيتحمس الناس، كل واحد يقول أنا الرجل، أنا الرجل لأفعل هذا الفعل. من كان كريما فليرنا كرمه، فيقوم البعض فيظهر للناس كرمهم، وهكذا. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وإغراء لهم ليقدموا على ما سيأتيهم من الأمور التي سيذكرها صلوات ربي وسلامه عليه. قال أولا فليقل خيرا أو ليصمت، ومعلوم أن في كلام العرب يقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، والإنسان إما أن يقول خيرا وإما أن يصمت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا، قال أهل العلم المراد بقوله فليقل خيرا يحتمل أمرين. الأمر الأول فليقل خيرا من المقال، يعني الكلام الذي يقوله يكون خيرا. الأمر الثاني أن يكون المراد منه خيرا أيضا، يعني ينقله ليصل به إلى خير، لأنه قد يقول كلاما ليس سيئا، كلاما خيرا، لكن هو يريد إيش؟ أمرا آخر، كما يقال المعنى في بطن الشاعر. فيراد منه إذن أن يقول خيرا من حيث الكلام، وأن يقول خيرا من حيث المراد. ماذا تريد بهذا الكلام؟ إلى ماذا تريد أن تصل من خلال هذا الكلام؟ لأن الإنسان أحيانا قد يقول كلمة ليست خيرا، من السب أو الشتم أو الغيبة أو النميمة أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذه ليست خيرا. وقد يقول كلاما ظاهره الخير وهو ليس بخير، ظاهره الخير وهو ليس بخير. وهذا ذكره أهل العلم أنه من أنواع الغيبة، وهي الغيبة يعني غير المباشرة، كمثل إنسان يقول مثلا فلان الله يهديه، نسأل الله تبارك له أن يغفر له ويرحمه، يعني أخطأ هذا الخطأ، وهو يريد أن يمدح نفسه، كان يقول إيش أنا لم أخطئ، أنا لم كذا، كما قالت نساء المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه
قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هذا الكلام كله حق، لكن ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال فلما سمعت بمكرهن، فسماه مكرا مع أن ظاهره أنه ليس بمكر، لكن بين الله تبارك وتعالى أنهن أردن مكرا من خلال هذا الكلام الذي قلناه. على كل حال إذن فليقل خيرا من حيث الكلمة، وفليقل خيرا من حيث المراد، ما يرمي إليه، ما يريد أن يصل إليه من خلال هذه الكلمة. هل يكتب على الإنسان جميع ما يلفظ به وإن كان مباحا، أو لا يكتب عليه إلا ما كان فيه الجزاء من ثواب أو عقاب؟ معلوم أن الإنسان إما أن يقول كلاما يؤجر عليه كذكر الله والتسبيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن والذكر، هذا خير يؤجر عليه، وقد يقول كلاما يأثم عليه كالسب والشتم واللعن والشرك والغيبة والنميمة، هذا كلام يأثم عليه. إذن هذا كلام وهذا كلام، هناك كلام لا من هذا ولا من هذا، من المباح كان يجلس أناس يتكلمون عن الجو مثلا أو عن صيد السمك أو عن أسعار الأراضي، هذا ليس خيرا وليس شرا، كلام مباح يقال له هذا كلام مباح. طيب هل يكتب هذا الكلام المباح ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ هذا الرقيب وهذا العتيد هل يكتبان جميع ما يقول خيرا أو شرا أو مباحا، أو هما موكلان بكتابة الخير والشر لأن هذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فيتركان المباح ويكتبان ماذا؟ الخير والشر، على قولين لأهل العلم. اختار ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن المقصود أنه الخير والشر فقط، وأن قول الله تبارك ما يلفظ من قول أنها مخصوصة بالخير والشر وليس كل ما يلفظه الإنسان، طيب، وإنما ما كان خيرا أو شرا. واختار بعضهم أنه يكتب كل شيء، وهو قول طاووس، وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه في مرض موته كان يئن من شدة المرض وألمه، فكان يئن، فكان عنده ولده عبد الله، فذكر له حديثا بإسناده إلى طاووس بن كيسان أنه قال حتى الأنين يكتب. صحيح قد لا يحاسب عليه الإنسان لأنه ليس بخير ولا شر، ولكنه يكتب، يقول طاووس بخلاف قول ابن عباس أنه إيش لا يكتب إلا الخير والشر، قال طاووس حتى هذا يكتب، يقول عبد الله فما أن أحمد بعدها امتنع من هذا الأنين لأنه يكتب. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن كل شيء يكتب، وما اختاره الإمام الذهبي أن كل شيء يكتب، لكن الحساب والجزاء إنما هو على الخير والشر، لأن أحيانا العبد قد يتكلم بالكلام الذي هو ظاهره لا خير ولا شر، ولكنه تحكمه إيش؟ النية، والنية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، حتى الملائكة لا يعلمون نياتنا، لأن هذه من أعمال القلوب، ولا يطلع على القلوب إلا ربها سبحانه وتعالى. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن ما اختاره طاووس هو الحق، وأنه يكتب كل شيء سواء كان خيرا أو شر، ولكن الحساب دائر بين الخير والشر. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذا يبين لنا خطورة الكلمة، وأن الإنسان ينبغي له أن لا يتكلم بالكلمة إلا وقد حسب لها حسابا. وإذا كان أبو بكر يمسك بلسانه يقول هذا الذي أوردني الموارد، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله
هل نحاسب على ما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ أي أن حصائد الألسنة تلقي الناس في النار. وقد يتكلم الإنسان بالكلمة لا يلقي لها بالا، ولكنها عند الله عظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعائشة لقد قلت كلمة هي تراها إيش؟ هينة، لما قال حسبك من صفية كذا، وكانت تعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لأثرت فيه وغيرته. فلذا ينبغي على الإنسان أن يتريث فيما يقول. ولذلك يقول كثير من أهل العلم ندمت على كثير من الكلام مما قلت ولم أندم على السكوت. وقال الشاعر يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة الرجل، فعثرته من فيه تودي برأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. فإذا كان الأمر كذلك فعلى المرء، على العبد المسلم رجلا كان أو امرأة، أن يتخير الكلام، وأن لا يتكلم إلا بالكلام الذي لا يندم عليه بعد ذلك. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم. قوله فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إلى هذه الدرجة ظننت أنه سيورثه، سيورث الجار من مالي، إلى هذه الدرجة. فإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان يعتني بهذه القضية، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، كما قلنا فيها حث وإغراء من النبي صلى الله عليه وسلم للعبيد أن يسعوا إلى هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار، عليك بالجار، عليك بالجار، عليك بالجار، عليك بالجار. قلت ما هذا، هل سيورثه؟ هل سيصل اهتمامه بالجار إلى أن سيأتيني جبريل يوما ويخبرني عن رب العزة تبارك وتعالى أن الجار سيرث من مالك؟ إلى هذه الدرجة يقول صلوات ربي وسلامه عليه. وقال مرة لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أي بهذه المرقة تعاهد جيرانك. وكذلك قال رجل يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. هذا العكس الآن، الآن الأمر بإكرام الجار وبالإهداء له، ويأتي أيضا التحذير من الإضرار بالجار. فذكر امرأة تكثر من الصلاة تكثر من الصيام ولكنها في المقابل تؤذي جيرانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار. وليس المقصود في قوله صلوات ربي وسلامه هي في النار أنها كافرة وأنها مخلدة في النار، لكنها مستحقة لعذاب الله تبارك وتعالى، لأن هذا الفعل من كبائر الذنوب، طالما أنه توعد عليه بالنار فدل على أنه من كبائر الذنوب. فهذه وأمثالها من أصحاب الكبائر داخلون تحت قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من هو الجار؟ قال البعض الجار المقصود هو إلى الجار السابع، وبعضهم قال إلى 40 جارا، ولم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحديد الجار المقصود. بعضهم قال إلى 7 جار، بعضهم قال إلى الجار رقم 40، طيب، لكن لم يثبت في هذا شيء. والمقصود بالجار هنا
المجاور عرفا، من يسميه الناس جارا، من يسميه الناس جارا في العرف فهو المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: وكلما قرب كلما كان حقه أوكد. قرب كيف؟ قالوا قرب سكنا أو قرب دينا أو قرب قرابة، يعني كلما قرب منك منزلا، كلما قرب منك دينا مسلما، كلما قرب منك قرابة أي بينك وبينه صلة قرابة. ولذا قال أهل العلم: بعض الجيران لهم حق، وبعض الجيران لهم حقان، وبعض الجيران لهم ثلاثة حقوق، قد يكون مسلما قريبا جارا، يعني هو مسلم ثم يمت إليك بصلة قرابة كأخ أو ابن عم أو خال أو غير ذلك، ثم هو مسلم، قال فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. قالوا: فإذا كان مسلما وليس قريبا له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، وإذا كان قريبا وليس بمسلم له حقان، حق القرابة وحق الجوار، وإن كان ليس بقريب ولا مسلم له حق واحد وهو حق الجوار، وهكذا. فالقصد أنه كلما جمع أكثر من صفة صار له أكثر من حق، وكلما قلت الصفات كلما قلت الحقوق، وكلما زادت الصفات كلما زادت الحقوق لهذا الجار. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هنا: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيف دخل على النبي، ضيف ليس من أهل المدينة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، أزواجه تسعة بيوت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى بيوته صلى الله عليه وسلم ينظر ما عندكن من طعام لنكرم ضيفنا، فجاءه الجواب: لا يوجد شيء في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداقه قول عائشة رضي الله عنها: كان يمر الهلال فالهلال فالهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار صلوات ربي وسلامه عليه. فلم يجد في تسعة بيوت صلى الله عليه وسلم ما يكرم به ضيفه، فالتفت إلى أصحابه قال: من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يكرم ضيف رسول الله؟ أنا ما عندي شيء، من يكرمه؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله أكرم ضيفك. فقال: خذه. فأخذه الرجل ودخل على امرأته فقال لها: هل عندك شيء؟ هنا هذا الرجل قال: أنا، باعتبار أنه سيجد شيئا في البيت وهو لا يدري، ولذلك جاء وسأل امرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا طعام قوت الأولاد، قوت الصبية فقط، هذا الذي عندي، قوت الصبية، يعني حتى أنا وأنت ما لنا شيء، ما عندي إلا قوت الصبية. فقال لها: علليهم حتى يناموا، يعني نحتاج هذا القوت، نحتاجه، علليهم حتى يناموا. وهذا يحدث كثيرا، وحدثني رجل هنا في هذه البلاد عن أبيه أنه جاء يوم من عمله ودخل على امرأته فلم تصنع له غداء، قال: أين غداؤك؟ فأخرجت له كأسا معدنيا كان الناس يشربون به الماء في السابق، كبيرا نوعا ما، فأخرجت له هذا الكأس ثم قالت له: لقد طرقت خمسة أبيات من جيراننا فلم أجد عندهم ما يملأ هذا الكأس، فليس عندنا شيء أبدا. فقال لها: إذن أنام. فنام واستيقظ قبيل الفجر وذهب إلى خاله داخل الكويت ثم استلف منه رزا وجاء به إلى بيته. فالناس أحيانا فعلا لا يجدون شيئا، لا يجدون شيئا، فقال لها: علليهم،
لأن عندنا ظرف طارئ الآن، ظرف طارئ ليناموا هذه الليلة دون طعام، علليهم حتى يناموا، يعني أخريهم أخريهم أخريهم، لأنهم سينامون في النهاية، متعبون سينامون في النهاية. فنام الأطفال، فقالت قد نام الأطفال الآن، الصبية ناموا، قال قدم العشاء، قدمت العشاء، فجلس هو وضيفه والمرأة، وذكر أهل العلم أنه قد يكون قبل الحجاب، لكن على كل حال جلس هو زوجته والضيف. ثم بعد ذلك كان قد اتفق معها أنه إذا وضع الطعام يصنعان أنهما يأكلان، ثم تقوم لتصلح السراج فتطفئه، يعني كأنه بالخطأ، وهو ليس بالخطأ وإنما عن تعمد. فقامت إلى السراج كأنها تريد أن تصلح فأطفأته، فصنع هذا كأنه يأكل والضيف يأكل، وظل الضيف يأكل وحده، لم تأكل المرأة ولم يأكل الرجل، وأعطوا الضيف طعامه أولادهم حتى شبع الضيف. فلما أصبح الصباح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم معه ضيفه الذي بات عنده وأكل طعامه، وجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما صنع ذلك الأنصاري مع زوجته وضيفهما، وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هكذا وصفهم الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأنصاري: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. سبحان الله، يعني ليس هو فقط صالح، حتى المرأة كانت صالحة. يحدثني أحدهم يقول: دعاني رجل إلى طعام، تفضل إلى الغداء عندي في البيت، يقول فذهبت فأدخلني في البيت، وكان بيته يعني ليس فيه ديوانية خارجية وإنما دخل البيت مجلسه، فدخلت، فذهب ليخبر امرأته أن معه ضيف، وإذا أسمع الصياح من المرأة: لماذا لم تخبرنا؟ من أين نأتي لضيفك بالغداء؟ ولماذا تضيف الناس دون أن تستأذن؟ ولماذا لا تقول؟ يقول: وأنا أسمع، يقول أنا أحرجت، فكيف هو؟ يقول فبهدوء فتحت باب البيت وخرجت. يقول: فانظر إلى هذه المرأة وإلى هذه المرأة، سبحان الله، كيف يعني فرحت بالضيف وصنعت ما أمرها به زوجها، حتى أثنى الله على صنيعهما وأعجب بذلك سبحانه وتعالى. فالأمر إذن يتفاوت بين الناس. ويذكرون أن رجلا استضاف رجلا، قال: أدعوك إلى طعام، قال: أقبل بثلاثة شروط، إذا قبلت شروطي قبلت دعوتك، وإن لم تقبل شروطي لم أقبل دعوتك. قال: هاتها، أسمعنا شروطك. قال: لا تخون ولا تجور ولا تتكلف، إن قبلت قبلت وإن لم تقبل لم أقبل. قال: أنا أقبل، لكن اشرح لي ماذا تقصد بقولك لا تخون ولا تجور ولا تتكلف. قال: لا تتكلف ما ليس عندك، لا تتكلف ما ليس عندك. الجود ماذا نقول نحن؟ من الموجود. لا تتكلف ما ليس عندك، قال: لك هذه. قال: ولا تجور فتعطيني طعام أولادك، أنا بخير ونعمة، إذا ما عندك إلا طعام أولادك ليكن لأولادك، لا تجور على أولادك، لا تجور على أولادك فتعطيني طعامهم، لا تجور. قال: ولك هذه. قال: ولا تخون. قال: وما هذه؟ قال: أكرمني، مو تحطي خبز وجبن وانت عندك عيش ولحم ودجاج، أكرمني. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الضيوف جاء بعجل سمين، أكرمني إذا جئتك، مو تخش عني الأكل الطيب وهذا وتعطيني يعني خبز وجبن. نعمة، احنا ما نقول شيء، احنا نقول ها ليست نعمة، نعمة، لكن القصد عندك ضيف أكرم هذا الضيف، واضح؟ نعم. قال: ولا تخون فتخفي عني ما عندك، تقبل؟ قال: أقبل. قال: وأنا أقبل أيضا. وهذه بساطة في الناس، إنسان يكون بسيط في هذه الأمور. وهذا لا يعني أن فعل هذا الرجل أفضل من فعل الصحابي، لأن هذه حالات نادرة،
نعم الأصل الإنسان لا يجور، لا يأخذ طعام أولاده لغيرهم، لكن لا يعني هذا أبدا أنه لو صار ظرف طارئ ما في مشكلة، أولاد الليلة ينامون بدون عشاء، شو المشكلة؟ أنا عندي ضيف، ظروف تختلف، هنا ظرف طارئ فما في مانع أن تعطيه طعام أولادك، لكن كل يوم ضيف الناس على طعام أولادك لا يجوز. لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أتصدق، عندي دينار تصدق به، قال على نفسك، قال عندي آخر، قال على زوجك، قال عندي آخر، قال على ولدك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. بعد ذلك وأعظم الناس إثما من يضيع من يقوت. على كل حال إكرام الضيف سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يعطى الضيف غير الأكل بشاشة الوجه، يعني ليست الضيافة فقط أكل، يعني الواحد يجي يقدم ضيف تفضل أكل عساك ما تحدره، لا لا ليس هذا المقصود، وإنما بشاشة الوجه، إنسان يكرم ضيفه حتى لو لم يأكل شيئا، مجرد الاستقبال بهذا الوجه الطيب اللطيف، الابتسامة على المحيا، هذه تكفيه. فإذا بشاشة الوجه نوع من إكرام الضيف، كذلك باللسان، باللسان طبعا مقصود باللسان مع الضيافة، أما اللسان بدون ضيافة كما قالوا جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود، يعني ليس اللسان فقط ولكن اللسان مع الإطعام، يعني قدم الضيف، قدم الضيافة بلسان طيب وتفضل وأسعد سعدنا بقدومك وأهلا وسهلا وكرر المجيء وهكذا، يعني يكرمه أيضا بلسانه، يكرمه بلسانه بالكلام الطيب، كذلك بانطلاق الأسارير، انطلاق أساريره وهو يستقبل هذا الضيف، ثم الإطعام، ثم بعد الإطعام ان تيسر أيضا المبيت. فالشاهد أن كل هذا من إكرام الضيف. فرق أهل العلم بين الضيف في القرى والضيف في المدن، عندما يأتي ضيف في قرى وعندما يأتي ضيف إلى المدن. قالوا الضيف في القرى إذا لم تكن هناك يعني أماكن للضيافة كالفنادق والشقق المفروشة وغير ذلك، طيب فإنه يجب أن يضيفه في بيته، يجب وجوبا أن يضيفه في بيته. أما في المدن حيث تتوفر الفنادق والشقق ليس ملزما أن يضيفه في بيته، ولكن إن قدر الله تعالى أن هذا الضيف الذي جاءك وقصدك ولم يكن معه مال بحيث يسكن في هذه الفنادق أو الشقق أو ما شابه ذلك، يعني سكن صالح له، يجب عليك أن تعطيه من مالك إن كان متيسرا ليسكن هناك، وإن أسكنته في بيتك فهذا خير على خير، ولكن قصده لا يلزمك، لا يلزمك أن تسكنه في بيتك. ويقول أهل العلم الضيافة يوم وليلة، هذا الواجب يوم وليلة حتى ييسر الله تبارك أمره بعد ذلك، والمستحب ثلاثة أيام بلياليها. نعم. من فوائد الحديث أولا يدل هذا الحديث على أن الأعمال من الإيمان، ولذلك ربط بين الأعمال مع الإيمان بالله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله واليوم فليفعل كذا، فجعل أن بين أن الأعمال مرتبطة بالإيمان. كذلك المؤمن لا يتكلم إلا بخير أو يصمت اللغو والباطل، عندك خير قله، ما عندك خير اسكت، اصمت عن اللغو واصمت عن الباطل. قول الخير أفضل من الصمت عن الشر، قول الخير أفضل من أن يسكت الإنسان عن الشر، لأن قول الخير يتعدى بنفسه ينتفع به الآخرون، بخلاف الصمت لا يتعدى، ولهذا والله أعلم بدأ فيه فقال فليقل خيرا أو ليصم، فقدم القول الخير على الصمت. نعم. الأسئلة، السؤال الأول هل يكتب على العبد كل ما يتكلم به أو ما فيه خير أو شر فقط؟ هل يكتب على العبد كل شيء أو فقط ما فيه خير أو شر؟ المسألة الخلافية التي ذكرناها لكم قريبا. السؤال الثاني هات ثلاث صور
من صور إكرام الجار. أنت شوف عد كيف تكرم جارك، كيف تكرم جارك، إما بإهداء طعام، وإما إكرام الجار بالبشاشة بالوجه وما شابه ذلك، وإما إكرام الجار بأن يعني إذا أراد أن يصنع شيئا في بيته يضرب في جدارك أو شيء يستخدم جدارك لا بأس، وما شابه ذلك من قد يحتاج إلى موقف سيارة مثلا، خاصة إذا كان عنده ضيوف مثلا، أنك تسمح له مو تجي تفشش توال سيارته أو ضيوفه. طيب يعني أعطينا ثلاث صور من صور إكرام الجار التي تتوقع أنت أنك ينبغي لك أن تحرص عليها. نعم. الحديث الذي بعده حديث 16. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا يعني يقولها أوصني، قال لا تغضب، أوصني، قال لا تغضب، يعني يردد هذا الرجل النبي لا يزيد على قوله لا تغضب. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. شرح الحديث، طبعا أبو هريرة قلنا تم التعريف به. الغضب كما يقول أهل العلم هو جماع الشر، ولذلك أوصاه النبي بقوله إيش؟ لا تغضب. قال أهل العلم والتحرز منه هو جماع الخير، التحرز من الغضب جماع الخير. الغضب عادة يترتب عليه خروج الأفعال من غير ترتيب، إذا كان مغضبا يقول أشياء يعني غير مرتبة ويكثر سقطه، يكثر السقط، وكثيرا ما يندم هؤلاء الذين يغضبون بسرعة ويتكلمون أو يفعلون أثناء الغضب، كثيرا ما يندمون على ما قالوه أو فعلوه أثناء الغضب. يقول أهل العلم ولو رأى الغضبان نفسه، يعني حين الغضب كيف كان يتكلم، كيف كان يتصرف، كيف كان يرد على الناس، لاستحيا من قبح صورته، أي في حال الغضب. والغضب كذلك يولد الحقد في القلب، وأيضا يجعل اللسان ينطلق بالشتم والفحش، وقد يضرب أو يقتل، كل هذا بسبب إيش؟ الغضب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يحكم وهو غضبان. لماذا؟ سيكون متعرضا للحكم بغير الحق. لماذا؟ لأن الغضب يخرج الإنسان عن إيش؟ عن طوره، فيقول أو يفعل أشياء يندم عليها بعد ذلك. السؤال بالوصية هنا أوصني حصل مرارا، يعني كثيرا ما يأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أوصنا في أمر ما. طيب، فمرة قال لا تغضب، ولما قال رجل آخر أوصني قال لا يزال لسانك ذكرا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى، وهكذا تتغير الوصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلماء نوع النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة حسب ما يعلمه من السائل، يعني هذا السائل يعلمه النبي غضوب فقال أوصني، قال لا تغضب، أنت لا تغضب بالذات، أنت احرص على هذه القضية لا تغضب، لأنه يعلمه أنه إيش؟ سريع الغضب، وأنه إذا غضب يندم، لأنه يقول أشياء ليست طيبة أو يفعل أفعالا ليست طيبة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذا. نوع الإجابة لأيضا تتنوع خصال الخير بين الناس، هذا يقول له كذا وهذا يقول له كذا، هذا يأخذ هذه الفائدة وهذا يأخذ هذه الفائدة، كل بحسب حاجته من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لا تغضب يحتمل أمرين، يحتمل أمرين، لا تغضب إذا أتى الدواعي الغضب فاكظم غيظك، إذا جاء الدواعي الغضب اكظم غيظك، هذا هو المقصود. إذا معنى لا تغضب أي إذا جاءت أسبابه اكظم، يعني إذا جاء الدافع للغضب اكظم. النوع الثاني لا تسعى فيما يغضبك، لا تغضب أي لا تفعل أشياء أو تذهب إلى أماكن أنت تعلم من نفسك أنك إذا ذهبت إيش ستغضب، لا تفعل، أنت تدري إذا حارشت فلان يبي يرد عليك وراح تغضب، عارف أنت الطريقة هذه كل مرة تصير، خلاص لا تسعى، لأنك في النهاية ستصل إلى الغضب وأنت تدري هذا،
تجرح. إذا لا تغضب لا تسعى إلى ما يغضبك، أو لا تغضب إذا وقع ما يغضبك فأمسك نفسك. وكما قلت قبل قليل أن أكثر الذين يغضبون يندمون، لأنهم يتصرفون تصرفات إيش؟ غير مقبولة أثناء الغضب. وأذكر حالات الطلاق التي تحدث بين الناس والتحريم وشابه ذلك من الأمور، أكثرها بسبب الغضب. وأكثر المطلقين يندمون بعد، ما أقول لحظات لكن بعد وقت، بعض الناس بعد 5 دقائق، بعض الناس مجرد يطلق الكلمة يندم، بعضهم بعد ساعة بعد نص ساعة، لكن في الجملة جلهم يندمون، جلهم يندمون إذا فعلوا شيئا أثناء الغضب. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، وما أعظم حكمه لما حرم طلاق الحائض والنفساء. حرام على الرجل يطلق امرأته حائضا أو نفساء، وحرام أن يطلقها في طهر مسها فيه، فضيق عليك أوقات الطلاق. حتى قال أهل العلم ليس لك أن تطلق إلا في يوم واحد فقط، يوم واحد لك في الشهر تطلق، راح اليوم ما طلقت راحت عليك، انطر الشهر القادم، يوم واحد لك فقط. لماذا؟ لأن لو فرضنا أن المرأة حاضت في أول الشهر، حاضت في واحد الشهر جاءها الحيض ثم أغضبتك، تريد أن تطلق وإذا أمامك إيش؟ أن حرم الله الطلاق إيش؟ وأنت حاض، تغضبك امرأتك فتقول أنت، تقول لك حرام ما يجوز تطلقني أنا حائض، ما يجوز، بسوي لي كيفي ما يصير تطلق، حرام. وأنت إنسان ملتزم، تقول أنا إنسان ملتزم بالسنة، التزم بالسنة فلا تستطيع، أوريك كلها 5 أيام، 5 أيام 6 أيام 7 أيام حسب عد، هذه حيض 10 أيام مشكلة هذه. طيب فحسب مدة الحيض. صور أنت إذا جلست هذه 5 أيام سيذهب الغضب وسترضيك أو ترضيها وينتهي كل شيء، إنها لحظات. هو الغضب شنو الغضب؟ جيبي لي ماي، ماني جايبت لك ماي، ما اشتغل عند أبوك أنا، أنت متزوجني عشان أجيب لك ماي، روح أنت طالق انتهى. هكذا الناس، هكذا والله كثير من الناس يطلقون بهذه الطريقة. على كل حال فتقول له لا يمكنك، حرام، وبعد تطلع هي ما شاء الله طالبة علم زين، تقول له حرام. بعد أن تنتهي المرأة من حيضها في اليوم 5 أو 6 تغتسل. طيب الرجل عادة بعد أن تغتسل يأتي زوجته بالحلال، فإذا أتاها بالحلال بعد أن تطهر ثم أغضبته قال أنت، قال لا يجوز طلاقي وأن في طهر جامعتني فيه، انطر لنا حيض وبعدين أطهر، حرام ما تقدر تطلقني الحين لأني في طهر جامعتني فيه، ويقعد 24 يوم ما يقدر يطلق. بعد أن تنتهي 24 يوم يأتي الحيض، إذا ما حملت طبعا، إذا حملت خلاص يصير يطلق، إذا ما حملت طيب جاء الحيض، يلا خلصي يلا بطلق أنا الحين بطلق، ينتظر لين تطهر من حيضها عنده هذا الوقت. قبل أن تأتي تبي تطلق، قبل ما تأتي تبي تأتي ماكو طلاق، ينطر شهر كامل وهكذا. فيضيق على الإنسان، فإذا كان الإنسان ملتزما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يذهب بعيدا إلى مثل هذه الأمور. نعم، علاج الغضب، علاج الغضب أولا يكون بأمور، أولها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستبان أن يسب أحدهما الآخر، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، يعني من شدة إيش؟ من شدة الغضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط. فإذن أحسن علاج للغضب أن الإنسان إيش؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك تغيير الهيئة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، وإذا فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، يعني غير هيئتك، غير الهيئة التي أنت عليها فإن الغضب سيذهب إن شاء الله تبارك وتعالى. ثالثا الوضوء، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار في الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يذكر أنه يعني الوضوء يخفف
حدة الغضب. السكوت، يسكت، يمسك نفسه عن الكلام، خلاص غضبان امسك نفسك، اسكت، اخرج، لا تتكلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: علموا وبشروا. ثم قال: وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. وهذا رواه أحمد وإسناده صحيح. خامسا، أن يعرف الإنسان فضل كظم الغيظ، ومنه قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يمدحهم الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة الذي يصرع الناس يغلبهم ويضربهم، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عندما يسمع الإنسان هذه الأحاديث يعني تضبط يعني تصرفاته إن شاء الله تبارك وتعالى. أقسام الغضب، قال أهل العلم: الغضب ينقسم إلى قسمين، إلى غضب مذموم، وهو الغضب الذي بسبب الدنيا، وهو الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، والغضب المحمود ما كان لله، ما كان لله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يغضب لنفسه، ولكن إذا انتهكت محارم الله يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، إذا انتهكت محارم الله تبارك. وليس المقصود أن الإنسان ما يغضب أبدا، لا. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. يقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. الإنسان ينبغي أن يغضب، ما في بأس، لكن المؤمن شنو؟ ما بعد الغضب، ما بعد الغضب. وإذا قلنا معنى قولنا لا تغضب، أيش؟ لا يدفعك الغضب إلى أن تصنع شيئا تندم عليه بعد ذلك، أو لا تسعى في الأمور التي تغضبك كما مر. قالت عائشة رضي الله عنها: وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرماته الله. نماذج من كتم الغيظ وعدم الغضب: حكي أن جارية كانت تصب الماء لعلي بن حسين، وذكر هذا عن هارون الرشيد، وذكر عن غيرهما، ولكن مشهور عن علي بن حسين رضي الله عنهما أنه سقط الإبريق من يدها فشج رأسه، يعني وقع له شج في وجهه من هذا الإبريق الذي سقط عليه رحمه الله ورضي عنه، فرفع رأسه إليها وهو مغضب، يعني كيف ما انتبهتي؟ فقالت له: إن الله يقول والكاظمين الغيظ. فقال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. الحين تكظم غيظك وبعدين تضربني، أبيك تعفو. والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. طمعت، قالت: والله يحب المحسن. قال: ذهبي فأنت حرة، ذهبي فأنت حرة. شوف الآن، نحن الآن لو فعلنا هذا الأمر، لو أغضبت عمر الآن مثلا، طيب فعلت شيئا يغضبه، فقلت له: والكاظمين الغيظ. قال: ها، تسوي شيء بعدين تقول والكاظمين الغيظ؟ تلعب، تلعب كاظمين الغيظ؟ ما يقبلها. تقبل؟ الله كريم. طيب، فالقصد هنا يأتي الوقاف عند كتاب الله تعالى، عندما يذكر بالله تبارك وتعالى يقف، يقف. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو سفيان من الحارث، وقد يعني كان قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، فلما أسلم كان النبي لا يحب أن ينظر إليه، لأنه يقول: أنت قريب ابن عمي وتهجوني، طيب ما نصرتني تهجوني. فكان مغضبا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس أبو سفيان قام النبي من المجلس حتى تضايق أبو سفيان من الحارث، فذهب إلى علي بن أبي طالب يشكو، فقال: لماذا يصنع بي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ قال: وأنت لم تدري ما صنعت؟ أنت ابن عمه، بدل أن تدافع عنه تهجوه وتؤلب قريشا عليه. قال: طيب، هذا مضى الآن، الحين أنا أسلمت، يعني المفروض يسامحني. قال: اذهب إليه فقل: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا من الخاطئين، كما قال إيش إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، وإن كنا لخاطئين. فذهب أبو سفيان من حارث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يقوم النبي بمجلسه قال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فلم يملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال كما قال أخوه يوسف: ها، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وانتهى كل شيء. فكان وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي المسلم إذا ذكر بالله، ذكر بكتاب الله، أن يكون وقافا عنده. كان الفضيل بن عياض رحمه الله إذا قيل له: إن فلانا يقع في عرضك، يعني يتكلم فيك، طيب، يقول: والله لأغيظن من أمره، يعني إبليس، لأن إبليس هو الذي يفرق بين الناس، قال: لأغيظن من أمره
يعني إبليس، ثم يقول اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له. هذه الأخلاق التي ينبغي علينا حقيقة أن نحرص عليها. من فوائد الحديث، ينبغي في النصيحة اختيار الكلمات المختصرة التي تناسب الحال، لأن النبي قاله إيش؟ فقط إيش؟ لا تغضب، نصحه بهذه النصيحة صلى الله عليه وسلم. يدل الحديث على أن الغضب يمكن التخلص منه ولا ما يمكن؟ يمكن، وذاك نهى قال لا تغضب. لو كان لا يمكنه إلا أن يغضب ما انتفع بهذه النصيحة. الأسئلة، اذكر ثلاثة من علاجات الغضب، ثلاثة علاجات من علاجات الغضب، اذكر مثالا للغضب المحمود وآخر للغضب المذموم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة؟ الحديثين، شوف النساء. في أسئلة؟ السلام ورحمة الله. نعم، السائلة تسأل تقول عن الجار، لو كان إنسان له جار رجلا كان أو امرأة والزيارات شبه معدومة بين الجيران، فهل الإنسان يأثم على هذا؟ هذا من عدم إكرام الجار، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليكرم جاره. والمقصود بإكرام الجار هو أن يزوره، أن يعطيه إذا احتاج، أن يسأل عن أحواله، لأن أحيانا بعض الجيران قد يكون له حاجة، قد يكون له ظرف طارئ، قد يكون مسافرا وأهله ليس عندهم أحد وغير ذلك من الأمور. فينبغي حقيقة أن الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. بعد، في سؤال ثاني؟ السلام عليكم. نعم، تقول إذا كان الجار عاصيا هل تجوز زيارته؟ إذا كان كافرا يزار. وإذاك ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان له جار يهودي فقال اهدوا لجيراني، قال واليهودي؟ قال به فابدأ، يعني ابدأ به، ليس مقصود تقديمه على المسلمين، ولكن بيان أن هذا أيضا له حق الجار كما قلنا، والعاصي من باب أولى أنه له حق الجار، بل من حقه أيضا أن يؤمر بالمعروف أن ينهى عن المنكر. هذا من حق الجار أن أمره بالمعروف أن ننهاه عن المنكر. فنعم يزار هذا الجار ويدعى وينصح ويدعى له في ظهر الغيب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، يلا. لا، الضيف ليس فقط الغريب عن البلد، ولكن المقصود أن الغريب عن البلد هذا تجب له ضيافة خاصة وهي السكنة، المبيت، لكن أي ضيف داخل في هذه المنظومة. الطلاق يقع في الهاتف، لو كلم امرأته وقال لها أنت طالق يقع الطلاق. التوثيق للمحكمة هذا إثبات فقط، إثبات، لكن الطلاق وقع بلفظه. نعم، لا، لأن أنواع غير الأخرى، الأولى عن ليقل الخير أو ليصمت، الثانية عن إكرام الضيف، الثالثة عن إكرام الجار، الثانية عن الثالثة عن إكرام الضيف. لا، هذا فقط للتنبيه لأهمية هذا الأمر. نعم، كم السرعة تلوك. نعم، ماشي. بالنسبة للسائل، السائل إذا كان غريبا عن البلد فهو ضيف، وأما إذا كان الزائر ضيف، الزائر ضيف ويجب أن يكرم هذا الزائر، بل هذا له يعني فضل علينا، هو أكرمنا بزيارته لنا فيكرم هذا الزائر وهو يعتبر ضيفا. أما بالنسبة للسؤال الثاني، وتقول السائلة يعني
أحيانا جيراننا يوقفون سياراتهم في أماكننا، فوالدي يغضب فيسكر عليهم، يعني ما يقبل هذا الفعل. هذا يعني جائز إذا كان تكرر منهم هذا ولا يبالون وهم معتدون في هذا، أما إذا وقع مرة ولم ينبهوا عليه لا يجوز، لكن إذا وقع مرة ثم نبهوا على هذا وأنه لا يجوز لكم أن تقفوا هنا أن تؤذوننا في هذا الموقف، فهنا لا يجوز إيذاؤهم. أما إذا تكرر منهم يجوز إيذاؤهم بمثل هذا الفعل لأنهم المعتدون هنا في مثل هذا الفعل. طيب عندكم درس الآن؟ طيب النساء يكفي إن شاء الله تعالى، عندكم درس؟ أنا ما ودي أخذ وقت الشيخ. يقول: ما حكم من لو قيل له أثناء غضبه استعذ بالله من الشيطان الرجيم يقول أنه لن يستعيذ؟ هذه وقعت، هذا الرجل الذي قيل له ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعرف كلمة لو قال لا ذهب عنه ما يجد، فذهبوا إليه وقالوا له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنك ما تجد، قال أمجنون أنا؟ رفض أن يقولها. فإذا قال لن يستعيذ كيف؟ لكن نحن أدينا الذي علينا، وهذا معاند. وإنسان أحيانا ترى أثناء الغضب يعني يقول مثل هذا الكلام والعياذ بالله، بل بعض الناس قد ينطق بكلمة الكفر أثناء الغضب. طلاق الحائض والذي جامعها في طهر حرام، لكن هل يقع؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن طلاق الحائض يقع، طلاق البدعي بشكل عام طلاق البدعي يقع مع الإثم. الطلاق البدعي سواء طلاق حائض أو طلاق نفساء أو طلاق في طهر جامعها فيه، الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يقع مع الإثم، يأثم ويقع. يقول: ما معنى قول الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب؟ قال بعض أهل العلم الجار ذي القربى القريب والجار الجنب المجاور، وقال بعضهم الجار ذي القربى يعني القريب من البيت الأولى، القريب يعني قرابة من صلة القرابة، والجار الجنوب الأجنبي، أو الجار ذو القربة الجار القريب والجار الجنوب البعيد، ولا مو واضح؟ يعني قال الجار ذو القربة أي اللي بينك وبينه قرابة صلة قرابة، والجار الجنوب الأجنبي اللي ما بينك وبينه صلة قرابة، أو الجار ذو القربة القريب منك والجار الجنوب البعيد اللي جنب عنك بعيد، تحتمل هذين المعنيين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.